صلاح يسجل في فوز متأخر ليفربول على ويلفرهامبتون، وأرسنال يكتسح إيفرتون في طريق الابتعاد بصدارة البريمير ليج. النهارده صلاح سجل هدف في فوز ليفربول على ويلفرهامبتون علشان يفصله هدف واحد عشان يكون هداف الريدز التاريخي في الدوري الانجليزي، وارسنال اكتسح ايفرتون برباعيه علشان يامن صدارته للبريمير ليج وتحقيق حلم جماهيره اللي استنت كتير قوي. في كاس الاتحاد الانجليزي وصل مانشستر يونايتد توهجه مع تنهاج بتحويل خسارته بهدف لفوز على وستهام بثلاثيه وفي اللحظات يا أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من رقم 10. أبو صلاح بيسجل في فوز مهم جدا لليفربول على ويلفرهامبتون النهاردة في الدوري الإنجليزي. أخيرا صلاح بيسجل وأخيرا بيرفع من أرقامه الكبيرة العظيمة التاريخية في الدوري الإنجليزي، هدف واحد يفصله عن معادلة رقم روبي فاولر كهداف تاريخ ليفربول في الدوري الإنجليزي. 127 هدف الآن محمد صلاح، 128 لروبي فاولر، واكيد هيجيبه واكيد هيبقى هداف الليفر في تاريخ الدوري الانجليزي، حاجه رائعه جدا. فان دايك طبعا افتتح الاهداف النهارده في الدقيقه 73، وبعد كده محمد صلاح سجل الهدف الثاني في الدقيقه 77. ايضا النهارده في الدوري الانجليزي ارسنال بمنتهى القوه دخل مباراه ايفرتون وفاز برباعيه نظيفه، هدف اول ليه ساكا في الدقيقة 40، ومارتينيلي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 45، وبعد كده المتألق أوديجارد سجل الهدف الثالث في الدقيقة 71، وأخيرا مرة أخرى مارتينيلي يسجل في هذه المباراة الهدف الرابع في الدقيقة 80 عشان يأمن أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي. وفي كأس الاتحاد الإنجليزي النهاردة مانشستر يونايتد حقق فوز مهم جدا على ويست هام في كاس الاتحاد الانجليزي بثلاثيه مقابل هدف، رغم تاخره في الشوط الاول بهدف قدر في الشوط الثاني انه يسجل الثلاثيه ويتالق مره اخرى في بطوله جديده ينافس فيها مانشستر يونايتد مع تين هاج وتاهل للدور القادم. مانشستر يونايتد يعني بطل لكاس الرابطه، مانشستر يونايتد يتقدم في اليوروبا ليج بعد فوزه على برشلونه واكسار برشلونه، مانشستر يونايتد ما زال لديه حظوظ في الفوز بالدوري الانجليزي، والنهارده يتقدم في كاس الاتحاد. شغل رائع جدا من تين هاج بصراحه المدير الفني للفريق ده. بالنسبه لانجلترا، حلو ان احنا نبدا النهارده بالكره الحلوه بتاعت انجلترا.